اتكلم مع حضراتكم دلوقتي على فيديو اتشهر جدا الايام اللي فاتت وخد كده ترند على السوشيال ميديا، وكان بطله عميد كلية التربية الرياضية طنطا، وهو دكتور علاء حلويش، وهو بيشارك احد ابطال دوري الهمم في الكاراتيه، وكان بيعمل معاه الشو، وكان الفيديو بصراحة ممتع جدا وقد ايه انساني، وكان بيمس كل واحد شايف الفيديو ده. لا فيديو بجد حلو قوي، يعني الواحد بيشوف دايما الفترة اللي فاتت كده ايه مهم جدا وجود المسؤولين في مختلف المجالات والمسؤوليات. يعني طبعا من الاول خالص لو بنتكلم على يعني اكبر مسؤول في الدولة، يعني طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه كمان بزاوية القدرات الخاصة، ولو بنتكلم برضو على الدور الكبير جدا والهام والفعال اللي بيقوم به الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، طبعا بمختلف بقى المجالات، وايضا برضو وزاره التضامن الاجتماعي. ولو بنتكلم بقى على يعني ذوي الهمم والاعاقه بشكل خاص، عندنا البشمهندسه امل مبده برضو من الناس الفعاله جدا في الوقت الحالي بقادرون باختلاف. لا عندنا ما شاء الله، عندنا في مجالات كتيره جدا بنشوفهم دلوقتي في المجتمع متواجدين فيها اخواتنا من ذوي الهمم. الدكتور علاء يمكن من الناس اللي الفيديو بتاعها انتشر بشكل كبير جدا، ونوران برضو خطيب ان الناس كلها تداولته، لان لقوا ان في مسؤول وراجل يعني عميد واب لكل الطلاب بيشارك بقى يعني ابنه في تدريبه، بيشاركه ان هو لازم يساعده، وشفنا ده يعني بعين يعني تعتبر كده ايه فيها رؤيه مختلفه شويه، ان ده الطبيعي اللي المفروض اي مسؤول واي حد تجاه مش بس المجتمع، لكل واحد مسؤول منه بقى بشكل خاص يعني. طبعا، ويمكن زي ما احنا شايفين كده على الشاشه الفيديو مبهج جدا ومشجع ومحفز لكل الشباب في كل الرياضات، ويمكن رياضة الكاراتيه يعني يمكن هي محببة جدا، وخصوصا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هي رياضة يعني فيها تعليمات كتير وفيها قيم وفيها بتعلي الروح الرياضية بشكل كبير جدا. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون دكتور علاء حلويش العميد بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، وأهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك تعلي صوتك شويه بس عشان الصوت واطي جدا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. يمكن الفيديو احنا شفناه انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وحصل تفاعل يعني بشكل ايجابي مع الفيديو، خصوصا حضرتك بتعمل بعض الحركات التدريبيه مع طفل جميل من ذوي الهمم. يا ريت تكلمنا عن الفيديو ده وفكرته جات ازاي، وهل كان في مناسبه او احتفاليه معينه ولا ده فيديو تلقائي كده؟ اولا في البدايه انا بشكر حضرتك جدا يعني على اهتمامكم وعلى دعمكم للمبادره او الفيديو اللي السوشيال ميديا انتشر فيها بشكل انا ما كنتش نفسي متخيل ده. طبعا الفعاليه كانت في من ضمن فعاليات قادرون باختلاف اللي بتنظمها الجامعه، وكان في توجهات ان كل كليه تبدع في تدعيم هذه الفكره. ده كان بيصادف الاحتفالات بتاعه جامعه طنطا بالجيل الذهبي للجامعه لمرور 50 عام. وتصادف ده بزياره معالي الوزيره الدكتوره نيفين وزيره التضامن الاجتماعي. واحنا طبعا الكليه بتستضيف اولادنا دول بصفه تقريبا مستمره، يمكن دي ثالث مره. والولاد اصبح عندهم يعني خلاص احساس ان المكان ده بقى بتاعهم، بقوا عارفيننا بالشكل وبالصوت، وبقوا يعني حابين المكان. احنا كان توجه الكليه بشكل مباشر بعد مبادره صمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ان بقت مصدر للالهام لكل المؤسسات والهيئات، وخاصه الجزء الرياضي اللي بياخد حجم كبير من ولادنا ذوي القدرات الخاصه، او انا بسميهم يعني فعلا بحب المسمى ده القدرات الخاصه، لان القدرات بتاعتهم قدرات متميزه ومتفوقه. يعني الواحد لما بيشوفهم بحس ان احنا اللي عندنا قصور، يمكن مش هم يعني.